السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ دلوقتي هنكمل المحاضرة الخامسة، كان فاضل لنا فيها جزء صغير فقلت افصله في جزء لوحده قبل ما نخش في جزئية جديدة، بحيث نكون خلصنا السيجمنتيشن كله. كان فاضل لنا ايه من المحاضرة اللي فاتت؟ كان فاضل لنا الريجن بيز سيجمنتيشن، كنا اتكلمنا عن الايدج بيز سيجمنتيشن، فدلوقتي هنتكلم عن الريجن بيزد. ايه هو الريجن بيزد؟ قال لك دلوقتي انا الصورة بتاعتي لو اعتبرت ان هي ريجن واحد بس ار، عندي صورة كبيرة اهي، تمام، الصورة دي اسمها R، عايز اقسمها لسب ريجنز، عندي بقى شوية بروبرتيز محتاجة اراعيها. ايه هي؟ لو انا هقسمها مثلا R1 R2 R3، فانا محتاج لما اعمل يونيون للارز دي كلها، للريجنز دي كلها، يرجع لي الصورة الاصلية، ما ينفعش يبقى في حتة متاكلة، صح؟ في نفس الوقت كل R واحدة منهم لازم تكون كونكتد ريجن، يعني ما ينفعش تبقى الار دي عبارة عن حاجة عاملة كده وكده كده، لا لازم تبقى كونكتد ريجن، لازم يبقى دول كلهم كده كونكتد مع بعض، تمام. في نفس الوقت ما ينفعش اتنين ريجنز انترسكتوا سوا، ما ينفعش يبقى انا عندي الصوره اهيت ريجن مثلا هو ده ار1، تمام، واجي اقول له والله ار2 عندي اللي هو الحته دي كده، لا ما ينفعش الانترسكشن اللي حصل ده، تمام. حاجه كمان لازم يبقى بي اوف ار اي يديني ترو. ايه البي ده اصلا؟ البي دوت هو لوجيكال بريديكت بروبرتي انا اللي بعرفها اوفر ار. زي ايه مثلا؟ زي ان انا اقول والله ان البي دي بتساوي يلو بيكسلز، يعني كل البيكسلز اللي في الريجن دوت لونها اصفر مثلا، يعني فخلاص يبقى انا كل البيكسلز اللي في الكلام دوت او في الريجن دوت لازم تكون صفرة، بحيث الموضوع يطلع بترو. لو انا عندي واخد ريجن صغير من فوق كده وقلت له ان انا كل الحاجات اللي عندي صفرة، مثلا ده هنزرع فيه شوية زهور صفرة، فيبقى انا ساعتها بي اللي انا ده عملته ديفاين دوت على الريجن ده هيديني ترو، صح؟ لو انا بقى عندي ريجن تاني ازرق هنا كده، لو خدت الانترسكشن بتاعهم او اليونيون بتاعهم، عفوا، لو خدت اليونيون بتاعهم وجيت اعمل عليه بريدكت دوت بي اوف ار اي يونيون ار جي، هل كلهم فعلا بيلو؟ هيديني فولس. ليه؟ لان التو ريجنز دول مختلفين. اما لو انا كان عندي ريجن تاني اصفر هنا وجيت خدت اليونيون بتاعهم وطبقت البريدكت وطلعت لي ترو، فمعناها ان انا غلط، الاثنين دول ما كانوش تو ريجنز مختلفين، دول لازم يكونوا ريجن واحد، تمام، ما ينفعش التو ريجنز دول يكونوا منفصلين، فساعتها بعمل ميرجنج للريجنز دي. فنعيد اليوم سريعا، اول حاجه المفروض لما الوب على الريجنز كلها بجمعهم على بعض يدوني الصوره بتاعتي الاصليه. تاني حاجه لازم كل ريجن يكون كونكتد ريجن، ما ينفعش يكونوا منفصلين. تالت حاجه ما ينفعش التو ريجنز انترسكتوا مع بعض، لازم كل واحد يكون منفصل بذاته عن الريجنز التانيه. لازم لما البريديكت اللي بعرفه دوت يكون ترو ثرو اوت الريجن ده كله، ونفس البريديكت دوت لو جيت اطبقه على يونيون تو ريجنز مع بعض يديني فولس، ما ينفعش اتنين ريجنز يتقاطعوا مع بعض في نفس البريديكت، تمام. اول طريقه من الطرق اللي احنا هنشتغل بيها ريجن بيز سيجمنتيشن هي ريجن جروينج. يعني ايه ريجن جروينج؟ انا ببدا بسيد بوينتس زي الصوره اهي، فببدا بسيد بوينتس واحط نقطه هنا نقطه هنا نقطه هنا نقطه هنا، واقول لهم افضلوا كبروا لحد كريتيريا معينه عندي، بري ديفايند كريتيريا اوف جروث. زي مثلا في الصوره اللي تحت دي او في الاكزامبل اللي تحت عندي، انا قلت له والله كريتيريا ان الديفرنس ما بين بيكسل A وبيكسل B يكون less than or equal 3، فانا وقفت عند 8، هبص على اللي جنبها 7 تمام معايا، 5 معايا، 6 معايا، 7 معايا، 5 معايا، 7 معايا والستة معاها والسبعة معاها وهكذا، هلاقي ان انا هقف في حد هنا كل اللي على اليمين دوت تبع بعض، الفرق بينهم قليل. اما لو انا واقف على 5 0، لا ده فرق كبير، يبقى ده اخر ريجن 5، يبقى ده كده اخر ريجن 5 1 6 1 7 0 وهكذا. هيجي على الشمال يجيب لون تاني، عنده واقف عند ال 1 مثلا، دي السيت بتاعتي حطيتها بشكل راندوم، هبص على جنبها 1 تمام 0 تمام 0 تمام، الواحد دوت 0 تمام وال 1 تمام، الاثنين دي مثلا 0 تمام وال 0 تمام وال 0 وهكذا، هلاقي ان انا في الاخر بقى عندي ريجن اسمه A وريجن تاني اسمه B، وهتلاقي هنا وحاطط لك السيت زوت عامل لها تحديد عليها اللي هي تحتها الخط دي، السيت دي والسيت دي اللي هم هنا برضو كانوا السبعه والواحد. ببتدي من عندها وافضل اعمل ريجن جروينج على حسب الكريتيريا معينه، وبناء عليها بقسم الصوره عندي لسب ريجنز. فالموضوع معتمد على التشويس بتاع السيد، انا هختار انهي سيد احطهم في انهي اماكن، والكريتيريا بتاعتي انا هقارنهم بناء على ايه، الكونكتيفيتي بروبرتيز انا هقارن البيكسل دي بكام واحد بكام حاجه، باللي حواليها دول بس ولا بالدايجونالز دول كمان مثلا، دي كونكتيفيتي بروبرتيز. الستوبنج رول انا هقف امتى بالظبط، امتى هخلص مقارنات، والاديشنال كريتيريا دي يعني على حسب لو انا عايز ازود حاجه اكتر من كده. التشويس اوف سيد
يقول لك بناء على طبيعة المشكلة بتاعتي، لو انا مثلا عايز التارجت بتاعي ان انا صور معمولة انفراريد، فساعتها انا هختار اكتر بيكسل برايت عندي، هي دي اللي هتبقى بتاعتي، وابتدي من عندها اكبر لحد ما اخلص الريجن بتاعي. لو انا معرفش المشكلة اللي عندي اللي انا هحلها ايه هي اصلا، فساعتها ببص على الجري ليفلز بتاعت الصورة وبختار اكبر بيك عندي ابدأ منها، وبعدين اجرو لحد ما اقف. التشويس اوف كريتيريا بيعتمد على اي حاجة، ممكن اعتمد مثلا على اللون، اهو اللون بتاعي، ممكن اعتمد على التكستشر، ممكن اعتمد على الشكل، ممكن اعتمد على الحجم، ايا كان الكريتيريا اشهرها طبعا هي اللون او الانتنسيتي ليفل بتاعتي يعني، بس ممكن اختار حاجات تانية مختلفة زي التكستشر والموشن والفارينس والحاجات دي. الكونكتيفيتي بروبرتيز زي ما قلنا الفور او الايت كونكتيفيتي، لو انا عندي هو 3 في 3 جريد كده شوية بيكسلز، فانا واقف عند دي. لو انا خدت الاربعة دول بس يبقى انا كده هشتغل فور كونكتيفيتي، لو خدت الاربعة دول كمان يبقى انا كده هشتغل ايت كونكتيفيتي. تمام، على حسب يعني انا بقارن كل بيكسل بايه من اللي حواليها يعني. والستوبنج رول، اول ما الكريتيريا اللي انا اخترتها فوق دي ما خلاص از نوت ميت، فبقف بس كده. ده اكزامبل، هو مثلا اشتغلت ريجن جروينج، بدأت بسيدز في اماكن معينة، قعد يكبر ويتوسع لحد ما وصل للشكل اللي قدامنا دوت، قدر يفصل فعلا ويديتكت كل الاشكال بوضوح. وده اكزامبل تاني، هو بدأ بسيد هنا كده في وسط السوليتيب دوت، وسيد تانية براه مثلا، ففضل يكبر لحد ما عمل ديتكت الحتة دي بس، والتانية دي فضل يكبر لحد ما ديتكت الصورة كلها. فطبعا ده هنا السيدز كان اختيار غلط، او اختيار قليل جدا ان هو مختارش غير بس الحتة دي، وبقية الفيتشرز اللي في الصورة ما خدش باله منها. فمميزات الريجن جروينج، اول حاجة ان هو بيقدر يسيبريت بشكل كويس على حسب الحاجات اللي احنا بنعمل ديفاين ليها. تاني حاجة، لو انا مديله صورة كويسة فيها ايدجز واضحة، الصورة مش بلري مش كده، فساعتها هيدي ريزلتس كويسة. لو انا عندي مثلا دايرة هنا ومربع صغير هنا وفي ايدجز واضحة، فهو لو بدأت هنا او بدأت هنا هيجي دايما هيخبط في الايدج دي. ليه؟ عشان ايدجز واضحة بالنسبة لي. لو انا في كلير ايدجز يبقى هيحصل لي جود سيجمنتيشن ريزلتس. والكونسبت بتاعها سهل، تطبيقها سهل، محتاج بس شوية سيد بوينتس ابدأ منها، وبعد كده بفضل اجرو في الريجن بتاعي لحد ما اقف. انت كل اللي بيبقى مطلوب منك ان انت بتديترماين السيد بوينتس، وبعدين بتقول له الكريتيريا اللي هو يعمل عليها، ويفضل شغال هو لحد ما يوصل للستوبينج كونديشن. في ميزه كمان، احنا نقدر نختار اكتر من كريتيريا بناء مثلا على اللون، وبناء على الحجم، وبناء على الموشن، اكتر من كريتيريا في نفس الوقت نقدر نشتغل بيهم كلهم، مفيش اي مشكله. وحاجه كمان، ان هو بيشتغل كويس نسبيا، لو انا عندي نويز يقدر يتغاضى عنها يعني. مشكلته ايه؟ ان هو الكومبيتيشن بتاعه بيكون كونسيومنج، ان انا بحتاج امشي على الصوره كلها، واقف عند كل سيد واشتغل اللي عندها، واقف عند كل سيد واشتغل اللي عندها. فلو انا زودت عدد السيدز اللي عندي ساعتها الموضوع بيبقى كومبيتيشن انتنسيف. لو انا عندي نويز كبيره ممكن ده يحصل لي ان انا يبقى عندي زي هولز او اوفر سيجمنتيشن. لو انا عندي اي شكل عادي جدا وفي شويه نويز في الصوره، فلقى مثلا شويه بيكسلز سودا هنا، فبالنسبه له دول مش جزء من الشيب بتاعي اصلا. فلو انا عندي نويز كبيره ممكن دوت ما يبقاش كويس في سيجمنتيشن. وفي نفس الوقت ان هو ممكن ما يعرفش يفرق الظل بتاع الاوبجكت عن الاوبجكت نفسه. يعني لو عندي دايره كده اهوت وفيها شيدد في جزء معين من الظل كده، ساعتها ممكن ياكل نص الشيد دوت، مش هيبقى عارف هو انهي جزء من الدرجات الجري دي تبع الاوبجكت وانهي تبع الباك جراوند. فساعتها الشيدنج بتاع الاوبجكت بيلخبطه يعني، وما يبقاش عارف يقسم فين بالظبط. عندي حاجه تانية اسمها ريجن ميرجنج، كلين رولز اللي احنا لسه قايلين عليها من شويه. انا بمشي على كل ريجن، ببص على الريجنز اللي حواليه، باخدهم واحد واحد، وبجرب اطبق البي بتاعتي دي على تو ريجنز سوا. لو الدنيا ترو خلاص، يبقى انا كان المفروض فعلا اعمل لهم ميرجنج مع بعض. واحنا قلنا ده من شويه، لو انا عندي مثلا قلنا ان هي كل بيكسلز يلو، لو انا واقف عند ريجن وخدت هو وريجن تاني جنبه وجيت اطبق عليهم البريديكت بتاعي، لو الدنيا ترو يبقى الاتنين دول كانوا المفروض يكونوا فعلا ريجن واحد، وما يكونش في تفرقه اصلا ما بينهم. فساعتها خلاص بعمل لهم ميرجنج، يبقى دول كده عندي ريجن واحد. بفضل اكرر الموضوع ده لحد ما يبقى خلاص مفيش اي حاجه بتديني ترو لما من اليونيونز اللي بعملها، فخلاص يبقى كده خلصت الميرجنج بتاعي. وعكسه في ريجن سبليتنج، لو انا عندي ريجن انا حددته وبعدين جيت اجرب البي بتاعتي عليه فطلع اداني فولس، فبروح اعمل له سب ديفايدنج الاربعه ريجنز، اجرب البي هنا لو اشتغلت تمام، لو نفس البي اشتغلت هنا خلاص همرج الاتنين دول كده سوا، لو اشتغلت هنا برضو تمام همرجهم سوا، لو ما اشتغلتش هنا هروح اخد الصغير دوت واعمل له سب ديفيجن تاني، فهيبقى عندي شكل زي اللي تحت ده كده. اي ريجن عندي البي ما بتشتغلش عليه بتديني فولس، مش ترو يعني، المفروض تديني ترو. لو ادتني فولس فبعمل له سب ديفيجن او سب سبليتنج لاربع ريجنز تانيين، وهكذا لحد ما خلاص ما يبقاش في اي حاجه تقدر تتقسم، والبي بتاعتي بتديني ترو في كل مكان خاص بيها.
ممكن اكومباين الاتنين مع بعض. ممكن انا الصوره جايه لي هروح مقسمها 4 حتت، همسك اول ريجن ده تمام خلاص هتلاقي ان هو كمل معايا عادي، هلاقي الريجن دوت مش تمام فاروح مقسمه 4 هتلاقي هنا قسموه فعلا 4 حتت كدوت، وده نفس الكلام وده نفس الكلام، فيبقى عندي هنا 4 و4 و4 و4. بعدين هلاقي ان الريجن ده تمام خلاص، ده تمام ده تمام ده تمام 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 تمام، مفيش غير الاتنين اللي تحت دول بس هما اللي فيهم مشكلة، هعمل لهم فيرذر سبليتنج تاني فيبقى عندي 4 في 4 هنا و4 في 4 هنا، وبعدين كل واحد فيهم تمام فخلاص يبقى انا كده عملت سبليتنج وميرجنج في نفس الوقت، وده بيديني طبعا اكيورسي كويسة. ده الكلام اللي هو كان بيتكلم عنه، ان انا بسبليت اي كوادرنت عندي لاربعة كوادرنتس اللي هو الكبير ده كنت بقسمه لاربعة، وبعدين بسبليت اي اتنين لو بيدوني ترو، وافضل اكرر الموضوع دوت لحد ما خلاص يبقى مفيش اي حاجه ينفع اعمل لها ميرجنج ولا حاجه ينفع اعمل لها سبليتنج والدنيا زي الفل معايا. فدي مثلا بريديكت هو معرفها هنا اهوت، بيقول لي البريديكت دي هتديني ترو لو على الاقل 80% من البيكسلز اللي في الصوره دي عندهم البروبرتي دي، ان انا لو خدت قيمه البيكسل الاولانيه ماينس قيمه البيكسل الثانيه الرقم دوت يكون اقل من ضعف الستاندرد ديفيجن بتاع الريجن اللي انا فيه. فدي الصوره بتاعتي، ودوت لما قعدت اعمل سبليت ميرج سبليت ميرج سبليت ميرج، بعد عملت ثريش هولدنج عشان كان عندنا شوية حاجات متضببة كده، طلع لي ايه ورقة الشجر بشكل زي الفل. ايه مميزات الميثود الكومبايند اللي احنا عملنا فيها سبليتنج وميرجنج سوا؟ ميزة كبيرة ان انا ممكن افضل اعمل سبليت بروجريسيفلي، افضل سبليت 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 على حسب الريزوليوشن بتاعي، ممكن اقسمها لحاجات فتافيت صغيرة خالص او لحد ان انا اوصل للكريتيريا بتاعتي فتحتها خلاص بقف عندها وما كملش سبليتنج اكتر. في ميزة كمان مهمة ان انا الميرجنج كريتيريا ممكن تكون مختلفة عن السبليتنج كريتيريا، مش بس بقسم على حسب اللون ومرجع على حسب اللون، لا ممكن واحدة على حسب اللون واحدة على حسب الموشن واحدة على حسب التكستشر، مفيش مشكلة مش لازم الاتنين يكونوا واحد. مشكلتها ما تختلفش حاجة عن اللي قبلها، ان هي ممكن يبقى عندي بلوكس كبيرة واضطر ان انا عشان اقدر اقسم البلوكس دي لحاجات اصغر منها ان انا هفضل اسبليت لحد ليفلز صغيرة جدا. فطبعا التريد اوف اللي احنا متفقين عليه دايما ان انا عشان اجيب دقة اكبر كومبيتيشن تايم هيعلى معايا. في والله اوبشن تاني مختلف، هو ان انا بستعمل الموشن في السيجمنتيشن. يعني ايه؟ يعني انا عندي فيديو صح، الفيديو دوت مش هو عباره عن شويه فريمز ورا بعض، فريم ورا فريم ورا فريم. طيب لو انا عندي فريم ثابت او الفيديو فضل ثابت لفتره معينه زي الاوضه دي مثلا، لو انا مثلا مش فاكر في حرامي يجي او حاجه، لو في حد دخل هلاقي ان انا والله في الحته الفلانيه دي مثلا في بني ادم جه من هنا كده ودخل صح، فهمسك الفريم اللي فيه الشخص ده واطرحه من الفريم الثابت اللي كانوا قبليه، هلاقي ان انا الحته دي بس هي اللي فيها اختلاف صح كده، فساعتها انا عملت سيجمنتيشن فعلي للشخص اللي دخل ده للموشن ديتكشن. في موشن حصلت خدت الفريم دوت ماينس الفريم اللي كان ثابت قبليه، الاختلاف اللي بينهم او الابسولوت ديفرنس اللي بينهم هو دوت اللي بيديني السيجمنتد اوبجكت اللي عندي. زي مثلا هنا ناس بتتمشى في الشارع، فانا اختلافهم عن الفريم دوت عن الفريم اللي قبليه بقدر اعرف مين الشخص الزياده هنا، فبالتالي اسيجمنت كل شخص على حده. اللي احنا قلنا دوت اسمه الفريم ديفرنسنج. في كذا طريقه تانية جوه الموشن ديتكشن سيجمنتيشن، من ضمنهم الباك جراوند سبستراكشن والاوبتيكال فلو تكنيكس والويفلت بيز تكنيكس، ولكن مش ده السكوب خالص ان احنا نشرحهم. يعني كده احنا اتكلمنا عن الايدج بيز سيجمنتيشن والريجن بيز سيجمنتيشن. بالطبع في اوبشنز مختلفه كتيره، في الثريشولد والجينيتكس والفازي ثيوري والبي دي اي والارتفيشال نيورال نتوركس والسي ان ان والديب ليرنينج، في حاجات كتير جدا. احنا بس خدنا امثله صغيره عن الادج والريجن بيد سيجمنتيشن. من ضمن الحاجات دي عندي النورمالايزد كات سيجمنتيشن والجراف كات سيجمنتيشن، ان انا بيكون عندي صوره عباره عن جراف شويه نودز وشويه حاجات متوصلين ببعض، فانا بختار ان انا هقطع الجراف هنا فيبقى الحبه دي ده اوبجكت او ريجن او سيجمنت يعني، والحبه التانيين دول سيجمنت معين، هبقى كده عملت سيجمنتيشن بيزد على الجراف كاتس. دي شويه امثله بيزد على السيجمنتيشن الجوريزمز مختلفين، ازاي بقدر اكستراكت مثلا شخص من صوره، ازاي اكستراكت النخله من الصوره والسماء والبحر والرمل والكلام ده كله، والصوره اللي فوق دي شويه خضار، ازاي برضو اقدر اسيجمنت كل اوبجكت لوحده او كل الوان مختلفه لوحدها وهكذا. بس كده ده كان جزء صغير فاضل من المحاضره اللي فاتت. المره الجايه ان شاء الله نبتدي في المورفولوجي. اتمنى تكونوا استفدتوا، اشوفكم في الفيديو الجاي. سلام عليكم.